السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم في هذه القناة اللي هي قناتكم بطبيعة الحال، وكنتمنى لكم إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة. ومرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نقدم لكم ديسير رائع، ديسير يعني غادي نحتاجوا فيه إن شاء الله، نشوفوا شو غادي نحتاجوا فيه. أجا كناخذ واحد المول عالي عندو العلو، كنزيرو شوية، كندير فيه بسكوي، كندير بسكوي، كنجيب بجوج بسكويات بيضين كنلصقهم، كندير في وسط منهم بسكوي كحل، وملي كندير فيه بوندون كنقطعو لي طرونش بحال هكا، كنقطعو ونديرو إن شاء الله على هاد الشكل، هاد الشكل الجيد اللي غادي يعطيني واحد المنظر رائع على برا. هنا غادي نحتاج واحد نصف لتر ديال الليمون، ديال الليمون، عصير ليمون، عندنا واحد 500 غرام ديال عصير ليمون او نصف لتر ديال العصير ديال الليمون، عندنا واحد 100 غرام ديال الكريمه الطازجه، كريمه طازجه، 120 غرام ديال السكر حبيبات، عندنا نشا ديال الذره تقريبا واحد 110 غرام، عندنا بسكوي، هذا البسكوي كيتباع، عندنا عصير ليمون كنديروه في كسرونه، كنديروا معاه السنيده ونديروا معاه نشا. وهنا ان شاء الله كنخلطوا الجميع، وغادي نديوه باش نطيبوه فوق النار فوق البوطه. هنا كنخلطوا من بدايه، يعني ملي كنديروا فوق العافيه حتى كيطيب، حتى كيطيب مزيان. العصير ديالنا كنحركو، الكريمة ديالو كنحركوها باش ما تحببش، جمعات تحرك كنجهد ما جا البركة. هنا كنخول الكريمة ديالنا باش تبرد، شوفوا الكريمة ديالنا كتجي بحال العسل، كتجي بحال الشكل ديال العسل، يعني رطبة إلى درجة كبيرة إن شاء الله، وكتجي صافية بحال الدجاج. هنا لا بدا ما تبرد قبل ما نضيفوها، نضيفو ليها الكريمة باش نخفوها. كنديرو بسكويه بحال هاد الطريقة، غير الفون كنحطو وحدة نتكي على الأخرى بهاد الطريقة، هاكا، وهنا ندير وحدة بركة. ناخدو واحد الكمية من هاد سميتو باش نغلفو بيه اللاطر ديالنا من الفوق، كتجي بحال على شكل زجاج، يعني غادي ناخدو غير شويه من هاد الشيء باش نغلفوها من الفوق ان شاء الله. ايوا، وغادي ناخدو الكريمه ديالنا، ها هي غادي نضيفوها لما تبقى من هاد الحشوه الرائعه. وهنا التخلاط يكون جيد، غادي تطلع الكريمه ديالنا، غادي تقصح شويه، ها نتوما شفتوها، شفتوها طلعت ملي ضفنا لها هذه الكريمه، طلعت هنا، عندنا هنا جوج كريمات مختلفات، الاخرى اللي هي صافيه في الزجاج، وهذه الفوقانيه، وهذا الشيء كريمه ديال الليمون ان شاء الله. نخوي الكريمة ديالنا في الوسط بحال هاد الشكل، كنسرحوها وكنديرو شوية البسكوي، كنديرو الكريمة عاوتاني، تاني كنديرو طبقة ديال البسكويت، نديرو هنا بسكوي اخر
كنديروا شويه ديال الكريمه، كنديروا بسكويت ثاني اللي بقى لينا هكا ان شاء الله. راك راه كنديروا واحد الطبقه ديال الكريم بحال هكا قبل ما نضيفوا هذيك الطبقه الاخرى. من الاحسن تجي مقاده الطبقه أو نضربوه شوية. باش يرجع شوية فارق، لأن باش ما كيبقى كيتجمد. نديرو طبقة ديال الكريم ديالنا ها هو. هانتوما شتو ما كنغركوش عليه باش ما يضغطش لينا على الكريمه الاخرى. غادي نحاولوا نقادوه بغير بهذه الطريقه. نحاولوا نقادوه غير شويه هنا، كنضربو به بحال هكا. كندخلوه ان شاء الله باش يبرد. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي الطارطه ديالنا الرائعه اللي قدمنا لكم هذا النهار، اللي هي كتجي بلورانج، كتجي هائله ورائعه. نتمنى منكم تجربوها باذن الله، غادي تعجبكم. راه اعطيناكم الوصفه كيما خصها تدار، وان شاء الله النتائج غادي يكونوا مبهرين. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.